ياسير اثنين غوار لك شو جابك؟ بقابي ابو عنتر لسا فوق؟ ايه فوق ما لك خايف ليك مشوك؟ مين بده يسترجيك مش نايمين؟ انا ابو كربشه ليش مين في غيري؟ اهلين بدري بيك في شي؟ ابدا مشتاق لك يا روحي تشتاق لك العافيه بدري بيك اهلا وسهلا ولا ولك مقصوف الرقبه انت ها؟ اهلين معلمتي اشتقتي لي انت كمان؟ يقطعوك يصبغوك على العمله اللي عملتها امبارحه شو عملت؟ يلا لا اقولكم تهمه جديده لزقوها فينا ولك مقصوف الرقبه نسيت مشكلة الحمار امبارحه؟ انا حمار هلا انا كمان مسؤول عن الحمير بالاوتيل اسمع اعترف ولا احسن لك الحمار قرر واعترف على انك انت اللي حرضته مشان حتى يرفض حسني يا بدري بيك يبعث له حمى هذا الحمار لك شلون بيعترف مع اني انا قلت له لا يقول لحدا طولوا بالكم يا جماعه الموضوع في التباس شايفين خدته العين تطرقني ان شاء الله بتعرفي يا معلمتي الحافر لابق له واخذ على وشه تمام غوار عم يحكي مزبوط شو مزبوط تعال قال لك لهون مو انت قلت لي على انه غوار هو اللي طالع الحمار لاوضتك مشان حتى يرفسك انا كنت غلطان الحقيقة أنا هاللي طلعت الحمار على الطابق الثاني على أوضتي ورفسته بخدودي على حوافره سمعت بإذنك مدري بيك معقول لكان تكذب حسني أفندي وتصدق الحمار عفوا معلمتي يا تهبروني على الحكي مظبوط مثل ما عم أقلك ست فطوم أنا بالأول ما كنت منتبه لكن الأخ أبو عنتر نبهني على الحقيقة مظبوط وانا شاهد لما شفت حسني افندي ساحب الحمار من الحاره وطالع لاوضته شفتي شلون هي طلع شاهد كمان لا رجاء انا ما عاد اقدر اسمع اكثر من هيك سمعات مو صحيح الحكي انا كنت وقت غوار طالع الحمار لاوضه حسني افندي خلاص لا 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 خلي يحكي غوار بيه خلي يحكي خد راحتك احكي اللي بدك اياه لا ترد على حدا شو مين طلع الحمار على الاوضه حسني شفت شلون حسني وهي حق كمان ياسين اقتنع ليش في حدا ما اقتنع لسه